السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شعفوط من قناة لاست نيو، والحلقة اليوم اللي هو طريقة تغيير حجم الفيديو عن طريق كين ماستر. مثلا احنا جهزنا الفيديو، منتجناه وكل شيء، لكن حجم الفيديو مرات بيطلع كثير كبير وبدك تطلعه بصيغة عالية. نضغط على المشاركة. طبعا انا سويت فيديو قصير، اشترك لانه تعمل سبسكرايب للقناة. نضغط على حفظ الفيديو في المعرض، من ثم الثلاث نقاط لفوق تغيير معدل البيت، ثم مثلا هاي دقة عالية 1 ميجا. انا سويتها قبل جودة منخفضة 1 ميجا، كل 1 ميجا. مثلا دقة عالية دخليها، لا دخلي اكثر اشي فبصير الفيديو. طبعا هاي المشكلة، هاي حل هاي المشكلة، انه مثلا الفيديو عندك ساعة بالجهاز يجيب لك انه الفيديو بده 900 ميجا بايت وزي هيك، او ايش الفيديو بده اقل من هيك، فبتحط بتقللها على لو ثم صح. مثلا هاي دقة عالية سريعة عميكة. نضغط على تشغيل ونتأكد حجمه. طبعا حجم الملف زي ما ظاهر امامكم 9 ميجا بايت فقط. واذا عجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك واشتراك في القناة ليصلك كل جديدنا. واجل وقت لانه نودعكم، وكان معكم محمد شافوط من قناة لاست نيو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.